السلام عليكم. أطباء بلا حدود، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في غارة على سجن بمدينة صعيد اليمنية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعيد شمالي اليمن. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعيد شمالي اليمن. وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن بشير عمر لوكالة فرانس بريس إن هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح بعد الهجوم على مركز احتجاز في صعيد، مشيرا إلى أن الأرقام في تزايد. وأشارت وكالة فرانس بريس إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية اتهمت طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشن الهجوم على السجن، ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غويريتش عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بنا وإيمان الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.